على من يجب الصيام؟ على من الذي يجب؟ نعم. على الآخر البالغ القادر. واحدة 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 واحدة. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنتم. المسلم يجب الصيام. يجب الصيام على المسلم. طيب يا إخوان، أصل الكافر يؤمر بالصيام أو بالصلاة أو بالحج أو بالزكاة؟ لا، يؤمر بشهادتين. لماذا تقول أول أمر من هذه الأمور ما يجب على الصلاة وقل من يجب على الصيام وقل على المسلم؟ لماذا ذكرت الإسلام؟ لأن هناك إخوان من يصوم لكنه مشرك، شرك أكبر. صيام ضرر. كيف يصوم ويصوم ضرر؟ أي نعم يصوم. طب هذا الصيام مطلق شكله يصوم وهو يذبح للجن والأسحار القبور يطوف بالقبور ويستعيد دين، هذا صيام مطلق. إذا أول شيء لا بد أن تفتش عنه حتى يكون الصيام صحيح على الإسلام. أما هو إذا يجب الصيام على المسلم. طيب سؤال، رجل يصوم لكن لا يصوم، رجل يصوم لكن لا يصوم، فقال أنا بإذن الله أصوم. نعم غير مفعول. طيب بعد ما أصوم أنا غير مقبول، فهذا يقول له اسمع ما يسلم حي ولا يسلم امشي. يعني معناه انه يقول امشي لا صيام ولا صلاه، فرقه بلا صيام ولا صلاه. لا فرق، الذي لا يصلي ويصوم تخوف بالله، تخوف تقول انت بالله كيف متصلي؟ إذا ما تصلي قال عليه الصلاة والسلام عهد الذي بيننا وبين الصلاة والمثال فقد كفر، إن كنت تكون كافر. إذا مت ما نصلي عليك ولا تكفر وتتمنى كافرين وتحشر الله السلام العافية مع إبليس وغيره. هذا على الرباط في جهنم نسأل الله السلام العافية. ولا لا بد أن تصلي ونحن نساعد وتأتي معنا كل يوم على الأسئلة ونتصل عليك بصلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء وتتابع ليل نهار وما يمكن أكثر من كل ريس. صحيح؟ أما تقول يا رب أنا الصلاة أنا تصلي وكذا، لا ما يصير. تقول أنت كافر وتحكم على الكفر، من يحكم على أشخاص الكفر؟ أنت تخوف بالله. وين الإنسان مسلمة بالصلاة؟ مفهوم؟ ولا يكون الصيام بلا. نعم. طيب إذا يجب الصيام على المسلم خارج لهذا الكعب. إذا لا أرد أن يصح التوحيد قبل أن يكون الإسلام. الثاني الثاني المسلم العاقل المسلم العاقل خارج بهذا المجنون، هل يجب الصيام على المجنون؟ لا. الرجع المضر. طيب سؤال، الذي يعرف أبو عسر أعمال الإنسان أبو عسر، هل يجب الصيام على السكران أم لا؟ اللي يعرف أبو عسر، هل يجب الصيام على السكران؟ نعم أم لا؟ لا. يعني معنى هذا هذا يقول جزاء الله أنا مسجد خام وليس علي الصيام. صحيح؟ الصلاة قال أيضا لا صلاة عليك، لا صلاة الطهر ولا صلاة ولا صيام، الحمد لله أراك ولا يسر؟ لا. هل يسر الطهر؟ نقول له اسمع يجب عليك الصيام ولا يجب عليك الخام وتسمو. صحيح؟ نعم. لأن الآن المجنون
جبنا الاختيار؟ لا. لا. والسفرة؟ إذا المجنون زيادة. إذا ما يمكن أن نقول استخبار لا سياق عليه، نقول تصوم وتمر الخطاب ولا أمر. طيب. البالغ. البالغ. خاطب بهذا غير البالغ أي الصغير. كان يجب الصيام على الصغير؟ لا. لكن الصغير يخاطب من وجهين. نخاطب الصغير من وجهين. نخاطب مباشرة الصغير نقول استحب لك أن تصوم. ونخاطب وهي الصغير نقول لابد أن تعود الصغار على الصيام. من العجب من العجب لو تسأل أي واحد فينا هل رأيت يوم من الأيام والدك أو أختك أو خالتك أو عمك أو جدك مفطر في نهار رمضان وهي معذورة بحيث يقول لك حتى الزوج ما أراها تأكل أمامك أبدا لماذا؟ تستحي لكن هناك من ليس معذور أمام الملك عيان الجهاد يفطر في نهار رمضان حتى في الدخان صحيح؟ هذا محال رب العالمين مجاهد المعصيه المرأة المعذورة ما تراها حتى الزوجة ما أرى والله صحيح هذا واضح طيب إذن الإسلام والعقل والبلوغ وقلنا غير البالغ يعول على الصيام وكان السلف رضوان الله عليهم يأتون بالصبيان إلى المساجد ويعطون شيء من الألعاب حتى ينسوا الطعام والشراب نعم والولي يعود على فعل الطعام فوق المكرر ما بماذا نعرف ان هذا قال كيف نعرف ان هذا قال وغير قال ما نعرف عن البلوغ كيف نعرف لو هذا قال عن بالغ ام لا اصوم ولا اصوم ما نصوم علامات البلوغ ثلاثه اي عند الذكور عند الاناء الاول اتمام 15 عام إذا تم 15 عام والثاني الاحتلال والثالث إنبات الشعر الخصن حول الغضب هذه ثلاث أشياء يعرف بالبلوغ عند من؟ عند الذكور وعند الإناء تزيد المرأة أمر رابع وهو الحيض مفهوم؟ نعم من يعد لهذه الأشياء الأربعة؟ الأول 15 عام إتمام 15 عام الثاني انبات الشعر الخصي حول القبر والاعتناء عند الذكور وعند الاناء تسير المراه بالحق واحد يفكر في حياه انه صح محتاج بعد طيب نعم ان يكون قادر القادر صحيح خرج بهذا المريض صحيح قال لهذا المريض هل يجب الصيام على المريض ننظر حسب المرض الله حسب المرض ما يضر به الى صار فهذا لا صدق احيانا يجب ان يتضر في نهار الله يجب نقول واجب ويجب ان يتضر بل يجب فقط جهد وقال له الطبيب إذا توقف عن هذا الشرب صم فكمل هذا لو صام له الآن طيب الثاني جرح يصبح فتسأل لماذا لم يصبح على المريض؟ يا صاحبي لا أسأل إذا عطاس زكام جرح يصبح هذا ليس للمريض مفهوم إذا المريض ما يضر به إلى صار. سكر. نعم. سكر. نعم. مقيم فتح الله خرج بهذا المشاهد. ما قال مقيم. خرج بهذا المشاهد. ها
هل يجب الصيام على المسافر؟ لا يجب على الصيام، لكن الأولى للمسافر أن يصوم إلا أن يصوم عليه. لماذا الأولى للمسافر أن يصوم؟ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه هذا أسهل عن كله. الآن عندما تصلي مع تراجع عن هذا تصلي ما شاء الله، ويصلي ما شاء الله، بدل أن يصلي وتصلي وبعدين وثلاث ركعات. الصيام مع الناس أسهل، هذا الثالث. الثالث إدراك فضيلة رمضان. الرابع أن قد تؤخر، وبالتالي لو كان عليك أحيانا قضاء أخر إلى فترة، وقد تمر وقد تمر وما إلى ذلك. إذا المسافر لا يجب عليه الصيام ويجب عليه القضاء إذا أخطأ، لكن الأولى بالمسافر أن يصوم ما لم يشق عليه. السادس تمييز فتح الله الله يبارك فيك. أقول من حيث النفاق، مرأة مسلمة عاقلة بالغة صحيحة مقيمة نزل عليها من حيث النفاق يأخذ بحقها الصيام. نعم هذا هو مفسد لمن يعيد يعيد عليه. الستة تعالى يا بسم الله يجب على المسلم المسلم العاقل البالغ القادر الصحيح المقيم والبطلون من حيث والدراسة جميل ما يعيد عليه. نعم المسلم مسلم عاقل بالغ صحيح القلوب من الحيض والنفاس مقيم القلوب من الحيض والنفاس مسلم بالغ صحيح الحيض والنفاس القلوب من الحيض والنفاس مقيم لا حيث كذا. نعم كذا هذا أستاذ مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم قال من هذا المسلم.